اليوم باش نحضر مع بعضنا طاجين بالكبده كيما تشوفوا هكا، نودكم ولا نشاهيكم طاجين تونسي هكا سهل، مكونات بسيطه. ما تنساوش تخليوا لايك للفيديو فضلا وليس امرا، مشاهده الفيديو للاخر. نتعديوا للمقادير وطريقه التحضير. عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحضروا مع بعضنا طاجين بالكبده. خذيت لهنا 250 غرام كبده، صمتها وخليتها في القارص حطيك شي لاني خرجت الدم نتاعها والبيض. عندي لهنا 8 كعبات بيض، عندي بطاطا مقليه قطعتها مكعبات وقليتها، عندي معدنوس، عندي كركم فلفل اسود وملح. اول حاجه نبداو بها بسم الله، هي سهله ماهله ما فيها حاجتين، باش نضيف نحط الكبده نتاعي هكا باش نضيف عليها البطاطا. انا حطيتها على البابيه هذيك باش تشرب الزيت ما تجينيش مزيته هكا. معدنوس، لفاحات هذوما هكا، لهنا خديت البيركس نتاعي صبيت فيه شويه زيت دهنته باش نصب الطاجين نتاعي في الفوق وفي الطبق وندخلو تيب. هذه هكا توافد زيت الحمام تاعنا والا الطاجين بالكبده. حضر نودكم لا نشهيكم، صدقوني بنين بنين على الاخر. نتمنى تجربوا الوصفه وتعجبكم، فضلا وليس امرا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ويوصلكم كل جديد في وصفه اخرى. والسلامه.